السلام عليكم. إذن انتخابات للبرلمان الأوروبي في مدة تتراوح بين 4 أيام، يكون فيها أكثر من أو نحو 400 مليون مواطن ينتخبون نحو 700 عضو في البرلمان الأوروبي. كيف سيتأثر وتتأثر كل تلك الخيارات بالحرب في غزة؟ في حلقة اليوم من المشهد، ابقوا معنا. إذن انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي على مستوى القارة من هولندا، بانتظار استمرار العملية على مدار 4 أيام في بقية دول أوروبا للسماح لنحو 360 مليون ناخب بالإدلاء بأصواتهم واختيار 751 عضوا. في سياقها الدولي، أكبر انتخابات ديمقراطية قارية تسيطر عليها الحرب على غزة وما رافق الشارع الغربي والأوروبي، خصوصا على مدار شهور في رفض السياسات الرسمية تجاه غزة والوقوف إلى جانب إسرائيل. نسأل في المشهد اليوم، إلى أي حد يمكن للحرب على غزة أن تؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية؟ هل ما زال التوقع لليمين بالفوز فيها قائما؟ كيف يمكن لصوت مناصري فلسطين والمتضامنين مع غزة أن يوصلوا صوتهم لهذا البرلمان؟ وهل ستغير وتتغير سياسات البرلمان تجاه ملف الحرب في غزة بتشكيلته الجديدة؟ نتوقف عند هذا التقرير للزميل نبيل عبد اللاوي ثم نبدأ النقاش. يتوجه حوالي 450 مليون مواطن أوروبي ابتداء من الخميس إلى الأحد 9 جوان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الأوروبية 10 في جميع أنحاء القارة بعد 45 عاما من الانتخابات الأولى. وسيحدد هذا التصويت القاري الأعضاء 720 الذين سيحصلون على مقاعد داخل البرلمان الأوروبي. ويعتبر البرلمان الأوروبي البرلمان الوحيد العابر للحدود الوطنية في العالم، والذي ينتخب أعضاؤه بشكل مباشر لولاية مدتها 5 سنوات، والهدف منها هو تمثيل مصالح مواطني دول التكتل الأوروبي. ورغم أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، إلا أن صلاحياته لا تزال محدودة مقارنة بالبرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء، فهو لا يملك حق المبادرة في تشريع قوانين جديدة، إذ وحدها المفوضية الأوروبية تملك هذه السلطة، فهي تحتل درجة أعلى في التشريع مقارنة بالبرلمان الأوروبي. صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف سيعيد تشكيل المشهد السياسي في أوروبا وتوازن قوى العديد من الأحزاب، وقد تكون له عواقب على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل، وكذلك الدفع بسياسات تمنح مزيدا من سلطة اتخاذ القرار على المستوى الوطني في كل دولة عضو بالاتحاد. وقد اعترفت إسبانيا وإيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وكذلك اعترفت حكومة سلوفينيا وتنتظر فقط موافقة البرلمان. نسبة المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي تكون في الكثير من الأحيان أقل بين الأقليات العرقية مقارنة بعامة السكان، لكن حرب غزة قد تكون حافزا هذه المرة، فالقضية الفلسطينية صارت محورا للنقاش السياسي في أوروبا. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي من العاصمة الفرنسية باريس، الدكتور بشير النفزي، مدير مركز الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور النفزي. إذن إلى أي حد فعلا شكلت ردود الفعل والآراء بشأن الحرب في غزة على مستوى الشارع الأوروبي، إلى أي حد شكلت ضغطا أو ربما تخوفا بالنسبة للمرشحين على مستوى انتخابات البرلمان الأوروبي؟ بداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحية إليكم وإلى كل مشاهدي قناتكم الغراء. طبعا يعني اللي يحصل اليوم في الأراضي الفلسطينية وحرب غزة يدلو بدلوه في مختلف فلنقل الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب كائنا ما تكون، سواء كانت من اليمين أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار. طبعا المواقف مختلفة ومتباينة، ولكنها
كلها يعني تصب في إلى زاوية فلنقل محاولة التأثير على الرأي العام وصحة الخيارات والمواقف من هذه المعركة أو هذه عفوا هذه الحرب. فكانت الأحزاب التي اليوم هي متموقعة أو القائمات الممثلة عن الأحزاب المتموقعة اليوم في سلطة الحكم في عديد الدول الأوروبية يبدو موقفها يعني موقف ضعيف وموقف مهتز باعتبار أن أغلب الدول الأوروبية وأساسا الدول فلنقل الوازنة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا أساسا إيطاليا بدرجة ألمانيا طبعا وبدرجة أقل إسبانيا يعني هذه القائمات الممثلة عن الأحزاب أحزابها كانت مواقفها فلنقل يعني سلبية وليست متعاطفة بالدرجة الكافية مع ما تقتضيها وأصلا لم يكن متماهي أصلا مع نبض الشارع في هذه الدول ونسب فلنقل الاحتجاج المتنامي والمتصاعدة والموقف الرافض من السياسة الإسرائيلية والحرب القمعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تجعل هذه الأحزاب وهذه القائمات مواقفها محرجة في مقابل كما تفضلتم قائمات أساسا اليسار أقصى اليسار ومثل في فرنسا مثلا قائمة فرنسا الأبية التي يترأسها جون لوك ميلانشون عفوا الذي يترأس الحزب جون لوك ميلانشون القائمة تترأسها يعني هيفي فبالتالي يعني تقريبا كذلك اليمين أقصى اليمين لا ننسى أن له كذلك حضور وتقريب قائمات من تقريب لأغلب قائمات أقصى اليمين كانت لها كذلك مواقف معلنة من الحاصل اليوم في غزة أن تصل المرحلة إلى القول فلنقول إلى أنه حرب غزة اليوم ستكون معيارا ومحددا لتوجه 4 مليون كما تفضلتم من الناخبين لا أظن ذلك وليس المعيار الأساسي ولكنه سيكون مع معيار إضافي ومضاف وقد رصدنا في الأيام الأخيرة أن عديد من يعني من كان قرر بداية هنا في فرنسا مثلا عدم التوجه للانتخابات لعدم اهتمامه وتعرفون الانتخابات الأوروبية على أهم عفوا انتخابات البرلمان الأوروبي على أهميتها ليست في عادات والتقاليد الانتخابية للمجتمعات الأوروبية والمواطني الدول الأوروبية بالعموم ولكن هذه الأشياء عفوا المواقف الأخيرة والاحتجاجات الأخيرة وحتى يعني ما حصل مثلا مؤخرا نعطي مثالا في البرلمان الفرنسي وغيره حفز عديد خاصة أبناء الجاليات والأقليات كما تفضلتم وكذلك يعني حتى المواطنين الفرنسيين إلى أنهم يحسمون أمرهم وأصلا يتحفزون للمشاركة ودعم هذه القائمة أو تلك تماما نعم دكتور نفزي وجود 751 مقعد نيابي في هذا البرلمان ووجود كتلة انتخابية كبيرة جدا تقارب 400 مليون ناخب هي 360 مليون ناخب على مستوى دول 27 للقارة الأوروبية الأعضاء في البرلمان الاتحاد الأوروبي برأيك ما شاهدناه خلال الشهور الماضية والفترة الأخيرة التي تتعلق بالانتفاضات أو ربما الاحتجاجات على مستوى الجامعات وفي الشارع الأوروبي هل يمكن أن لا تظهر حتى وإن كانت العدد كبير جدا حتى وإن كانت ربما القناعات وعدم أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للشارع الأوروبي كما تفضلت بذلك ألا تكون أحداث 8 شهور الماضية على مستوى غزة تاركة بصمتها على مستوى هذه الانتخابات؟ أكيد جدا هي تاركة بصمتها وستكون واضحة وجلية وأنا أصلا يعني أتوقع تقريبا أن بعض الأحزاب التي وضعت أو القائمات عفوا التي وضعت في ذيل الترتيب في عديد الدول حسب مراكز صبر الآراء أن أحداث الأخيرة ومواقفها الثابتة الواضحة والتي بالنسبة لنا يعني كجالية عربية
ومسلمة متضامنة ومتماهية مع القضية الفلسطينية. طبعا هي نعتبرها، نحن نصنفها مواقف مشرفة، أظن أن هذا سيساهم في تعزيز مواقعها، وأن هذه القائمات ستحصد بعض الانتصارات. طبعا لا أقول أن أغلب عملية صبر، لا، فطبيعية يعني طبيعة فلنقل يعني الانتخابات ستتوجه إلى قائمات يمينية، وهذا شيء بديهي ومفهوم يعني بالمناسبة، لا أستغربه. ولكن كذلك اليسار وأقصى اليسار سيسجل حضوره، سوف نجد قائمات قوية خاصة ممثلة في على إسبانيا، يعني هذا بالأساس، البرتغال كذلك، فرنسا ممكن، يعني قائمة فرنسا الأبية كذلك يكون لها موقع، إيطاليا بدرجة أقل بكثير. لكن طبعا سيكون هذا دوره، تعرفون أن المسألة أن يعني الحرب على غزة لم تعد حرب إقليمية ولم تعد حرب مادية بالمعنى يعني المادي للضرر، أصبحت هي حرب قيمية، الحرب القيمية التي تقوم، التي وضعت على المحك إنسانية الإنسان، التي وضعت على المحك يعني فلنقل كل القيم والقوانين الدولية. فبالتالي هذا ما يفسر حالة الاستنفار وحالة الاحتجاجات التي يعني حصلت في الجامعات الأوروبية والجامعات الغربية بالعموم، فيها يعني البريطانية، عفوا البريطانية طبعا، وكذلك الأمريكية. فيعني بالتأكيد سيكون له تأثير. ولكن تعرفون أن هناك مسائل أخرى طبعا تدلو بدلوها، تعرفون أن موضوع الهجرة كذلك عنده دائما دور محوري في هذه الانتخابات، وهو من صحيح، الأوراق هو واحد التي من تحكمها. الملفات ربما المعنية بها هذه الانتخابات نعم ونتائجها، ما يتعلق أيضا بالتمويل وسياسة الهجرة عبر دول الاتحاد الأوروبي. ما ذكرته من الزاوية المادية لهذه الانتخابات وأيضا ما يتعلق بالحرب على غزة، كانت هناك عدة مطالب على مستوى المظاهرات بأن يكون هناك حظر لتوريد السلاح لإسرائيل وتزويد إسرائيل السلاح وتمويلها. هل يمكن أن يتغير ذلك؟ هل يمكن هذا إذا كانت هناك نتائج ليست لصالح اليمين على مستوى البرلمان الأوروبي؟ هل يمكن أن تمس بقرار يتعلق بحظر السلاح لإسرائيل؟ يعني طبعا هو من الأشياء المطروحة وبقوة، مسألة يعني طرح أو تصدير السلاح لإسرائيل هو يعود بالأساس إلى المواقف السيادية للدول، هذا يعني من حيث المطلق. طبعا البرلمان الأوروبي سيكون له كلمة، أو حتى بالمناسبة حتى مسألة أنه حتى تواجد اليمين في هذا الأمر، لا يجب أن نفهم، أو على الأقل هذا تصوري، أن اليمين وحتى أقصى اليمين، فليس بالضرورة أن صعود أقصى اليمين سيكون داعما بالتمام لإسرائيل وسيكون له، لا، هناك يعني حتى قائمات يمينية في عديد الدول الأوروبية عندها مواقف من حربها على غزة. ولكن أكيد أن الاتحاد الأوروبي، أن يعني البرلمان الأوروبي ليس هو يعني المؤسسة التشريعية السيادية الأولى، طبعا هي تقترح قوانين وتصوت على قوانين وتنسق فلنقل البناء الأوروبي، ولكن ثم سلطة أعلى منها هي المفوضية الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي هي تطرح السياسات العامة، ولكن تعود مسألة القرارات السيادية ومنها قرار بيع الأسلحة من عدمها يعود إلى الدول في حد ذاتها وحكومات هذه الدول. ولكن حتى في هذا الجانب، لو حتى نقوم بعمليات مقارنة في مختلف المواقف، فإن الدول الأوروبية بالعموم هي اتخذت بعض المواقف التي تحد بطريقة أو بأخرى من التسليح، وكما نعلم جميعا أن أغلبية التسليح الإسرائيلي هو ليس يعني مأتاه الدول الأوروبية أو دول البرلمان الأوروبي، هنا فقط قد أقوم ببعض التفرقة الجزئية على اعتبار أن بريطانيا اليوم هي لا تتبع الاتحاد الأوروبي تماما، وليست وهي وبذلك معنية يخسر بالمعنى. البرلمان نحو 71 أو 73 مقعدا نيابيا.
تفضل. بالضبط، إضافة إلى ذلك فإن جانب من التسليح الموجود في إسرائيل هو جانب بريطاني، فلا يمكن أن ما أريد أن أقوله أن نحمل بين قوسين تسليح المتوجه من بريطانيا إلى إسرائيل أنه داخل في منظومة الاتحاد الأوروبي أو منظومة البرلمان الأوروبي، وأغلبية التسليح الإسرائيلي كما نعلم جميعا هو تسليح أمريكي، وأمريكا هنا عندها مواقف يعني متطرفة جدا في مقابل المواقف التي تعتبر معتدلة، الموقف الأوروبي تماماً. المعتدلة تعتبر نعم. ربما ذلك يدفعنا للتساؤل عما إذا كان البرلمان بشكله الجديد سيكون تابعا للسياسات الأمريكية كما شاهدنا في كثير من القضايا في الفترة الماضية. سأعود إليك دكتور النفسي، اسمح لي بالترحيب بضيفي أيضا من باريس الدكتور كميل الساري، الأستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور كميل الساري. إذن انتخابات برلمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي، برأيك إلى أي حد ستؤثر فيها الحرب في غزة والتي أسمعت صوتها على مستوى جل الشوارع في أوروبا؟ أولا أهلا وسهلا. أولا هناك تأثير يعني في إطار الحملة الانتخابية، فرأينا في كل المواجهات التلفزيونية أو الصحفية بين المرشحين أو لائحة المرشحين في كل بلدان الأوروبية يتطرق لمواضيع عدة، ولكن يعني موضوع غزة وموضوع الحرب هو كذلك موضوع يطرح نفسه. هنا نرى اليمين واليسار، واليمين المتطرف. اليمين المتطرف كان دائما معادي للسامية، وكان دائما يعني عنصري مع المسلمين واليهود والأجانب، يعني لنتذكر ما كان يقوله جون ماري لوبين بأن حرق اليهود بان الحرب العالمية الثانية هو ليس إلا مشهد يعني يمكن أن نقول بسيط وليس بمشكل في حد ذاته، ولكن الآن أصبحوا انتهازيين، وهذا هو الخطير، أنهم أصبحوا انتهازيين بحيث أنهم يعني رأوا أن يجب ربط العلاقة بين الهجرة والمهاجرين، وهذا هو يعني الموضوع السائد والذي يظنون. وربما هناك عديد من المنتخبين الأوروبيين، المنتخبين الذين ينتخبون هم يعني ربما الموضوع المهم هو الهجرة والمهاجرين. بطبيعة الحال فاليمين المتطرف أصبح بحكم أنه يناهض الهجرة والمهاجرين والعرب والمسلمين، فهو الآن غير رأيه وبدأ يساند إسرائيل والهجمات الشرسة والهمجية لإسرائيل إلى آخره، أصبحوا أكثر تطرفا. ورأينا وللأسف أن بعض الصهيونيون يحيونهم ويصافحونهم ويأخذون الصور معهم، ونسوا ماضي اليمين المتطرف، وهذا يجب التصريح عليه، هو نسخة من النازية والنازيين وعملائه في كل البلدان الأوروبية. في فرنسا الماريشال بيتان الذي ومن كان يحكم آنذاك في حكومة فيشي، فهم هم الذين سلموا اليهود أطفالا ونساء وشيوخا إلى المحرقة، وأوصلوهم حتى القطار لكي يذهب بهم النازيين إلى أوشفيتس أو بيركناو إلى آخره. كل هذا يعني وهذا خطير في حد ذاته، لأنه العدو بين ضفرين لليمين المتطرف، والذي هو الذي يعني للأسف
يحقق الصدارة في كل استطلاعات الرأي، ليس في فرنسا ولكن في إيطاليا، في ألمانيا مثلا، وحتى ربما في إسبانيا وفي دول شرق أوروبا. فهذا التيار هو إذا مهما كانت نتائج، بطبيعة الحال البرلمان الأوروبي ليس هو المسيطر على القرار السياسي في إطار السياسة الخارجية. هناك وزير بين ظفرين، يعني جوزيب بوريل وزير الخارجية الأوروبي، وهو قدم تصريحات، هذه التصريحات لم تكن كلها سيئة، عديد من التصريحات يعني تدين نتنياهو وتدين المجازر إلى آخره. تماما. لكننا دكتور كميل ساري لاحظنا كيف كانت هناك قوة للموقف الأوروبي خلال الحرب الأوكرانية، وقوة للدعم لأوكرانيا ضد روسيا. برأيك كيف يمكن، أو إلى حد يمكن أن يكون الأمر أيضا حينما تظهر نتائج هذه الانتخابات على مستوى التأييد للقضية الفلسطينية، خصوصا وأنه 4 من دول الاتحاد الأوروبي باتت تعترف الآن بالدولة الفلسطينية؟ لحد الآن حسب استطلاعات الرأي فالمهيمن هو اليمين واليمين التقليدي، وأن اليسار وخصوصا اليسار الذي يساند القضية الفلسطينية هم أقلية وسط هذا، وحتى البرلمان المقبل، وهذا مؤسف. ولكن هناك أحزاب ربما وأصوات هي تخشى أن تكون هناك يعني العزوف وربما إدانة الرأي العام لهذه السياسة. والعديد يقول لماذا ندين قتل الأوكرانيين في أوكرانيا ونقاطع بجميع الوسائل المالية يعني التجارية إلى والاستخباراتية، نقاطع روسيا ولا نفعل نفس الشيء مع إسرائيل؟ من المفروض، وأنا لا يمكن أن نقارن الوضعيتين، يعني كل وضعية تماما. وقد كانت هناك أيضا يعني مغامرات على مستوى اتفاقات الغاز مع روسيا. سأعود إليك دكتور كميل ساري. دكتور بشير النفزي، على مستوى الخيارات الاستراتيجية واتباع السياسات الخارجية، كان ظاهرا أن الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية لم يكن بعيدا جدا عن السياسات الأمريكية برأيك، وتكبد إثر ذلك نتائج عكسية، نتائج كانت مضرة بالدول الأوروبية أكثر مما أضرت بالولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ما تعلق باتفاقات بين روسيا، ما تعلق باتفاقات الغاز والتي لم تكن خسائرها تمس أمريكا في قراراتها مع فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية. برأيك هل سيختلف الأمر حاليا بعد نتائج هذا البرلمان؟ هل سيكون هناك تباعد عن السياسة الأمريكية؟ أكيد جدا. يعني هي لو تطرح القضايا وتصنف القضايا، أكيد أول شيء هناك فرق وتباعد بين عندما يتعلق الأمر بالمسألة أو الحرب الأوكرانية الروسية وبين القضية أو الحرب الإسرائيلية على غزة، هناك مواقف يعني متباينة بالتمام. وبالنسبة إلى التماهي الأول الحاصل في مستوى الحرب الأوكرانية الروسية، أرى أنه كان مواقف طبيعية أن يكون هناك تماهي، على اعتبار أن التهديد المباشر الذي بين قوسين، يعني التهديد الذي يعني فلنقل أعلنته أمريكا وبعدها الاتحاد الأوروبي، هو التهديد مباشر للدول الأوروبية، على اعتبار أن الحرب على أوكرانيا اعتبرت نوعا ما فتح جبهات حربية غير معلنة على أوروبا، وبالتالي التواجد الجغرافي المباشر ما بين الاتحاد الأوروبي في مقابلة أو في قبالة الاتحاد الروسي، فهذا الذي
جعل أن الخسائر الأوروبية أكيد هي الخسائر المباشرة، ودفعت أوروبا تكلفة باهظة وما زالت تدفع بالمناسبة. فبالتالي يعني كائنا ما تكون طبعا البرلمان القادم، فالموقف من الحرب الروسية هو يعني مربوط بتطورات الأمور الميدانية، والمواقف الأوروبية كما المواقف الأمريكية بالمناسبة هي ليست مواقف متصلبة أو مواقف ثابتة، هي قابلة للتحول، رغم أن كل القرارات الأوروبية الأخيرة كانت تصب في إطار فلنقل مزيد دعم أوكرانيا وتقديم السلاح، ولكن إذا حقيقة الميدان أوضحت نتائج عكسية فأكيد أن الموقف الأمريكي المعروف أنه براغماتي رغم كل شيء سوف يتحول، وسيتحول معه الموقف الأوروبي. طبعا هنا تطرح القضية السيادية الأوروبية، وطرحها اليمين كما طرحها اليسار، وهنا طبعا تدخل المؤاخذات وتدخل بين قوسين المزايدات، على اعتبار أن هناك ما اعتبر أن أحزاب اليمين المتطرف والتي كما تفضلتم وأشرتم إليه من الأحزاب المترشحة تقريبا الأكثر أنها سوف تأخذ أكثر يعني مواقع في هذا البرلمان، فهناك من يعتبر أن عندها مواقف، مثلا يعني مثلا الحزب لوبان في فرنسا اتهم على فترات أن له علاقات مرتبطة بروسيا، وكذلك يعني أن هناك حتى تأثيرات روسية معينة، نفس الشيء تقريبا في إيطاليا وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى. فبالتالي هل سيكون عنده تأثير مباشر؟ طبعا أعود وأقول أن مسألة الأمن القومي الأوروبي لو أشأنا تسميه ليس مرتبط فقط بالبرلمان الأوروبي، هو رافد من الروافد، وهو يحمل مشاريع، لأنه القائمات إذا ما لاحظتم القائمات الانتخابية، وأنا على اعتبارني معني كذلك بالأمر، فعندي مجموعة كبيرة من القائمات التي اطلعت عليها، فإنها تقدم يعني برامج مفصلة، تقدم توجهات عامة، وما أريد أن أقوله أن مفوضية الاتحاد الأوروبي هي عندها سلطة فلنقل القرارات السيادية التي مرتبطة بالأمن القومي، وبالتالي أما البرلمان الأوروبي سيكون عنده فلنقل مواقف، ولكن حتى هذه المواقف ستكون مشتتة متباينة، وليست على كل حال البرلمان الأوروبي أظن له التعبير الواضح في علاقة بالسياسة الخارجية، وأساسا وتحديدا بالمواقف من القضايا الكبيرة التي تمس الأمن القومي الأوروبي مثل الحرب الروسية الأوكرانية. أغلب القضايا التي ستطرح القائمات هذا معروف، يعني البرلمان الأوروبي، مسألة الهجرة التي هي مسألة يعني مفصلية، مسألة فلنقل المساواة التي أصبحت مضرة، والتعاطي بين قطاعات كذلك استراتيجية مثل القطاع الفلاحي. أنا أغلب القائمات باطلاعي على أغلب البرامج الانتخابية كانت كلها تصب في خانة الدعم فلنقل القومي بين قوسين لكل دولة لفلاحيها، بمعنى أن كل قائمة ذاهبة، وهذا ما يفسر بالمناسبة لهذا اللي أقول دائما أن مسألة أن يكون الترشح وفوز اليمين المتطرف، لأنه اليمين المتطرف من حيث التعريف هو يمين قومي، فيعني ناسيوناليست بالفرنسية، بمعنى أنه فيه جانب الدفاع عن الذاتية والقطرية في مقابل المشروع الاتحاد الأوروبي الأكبر، فمن الطبيعي والبديهي أن يكون له حظوظ، على اعتبار هم يعتبرون أن المواطن الأوروبي يعتبر أن هؤلاء الذين يحافظون على خصوصية كل دولة ويسعون إلى هذه الاستقلالية الذاتية لكل دولة هم الأصلح في الدفاع عن مصالحهم القطاعية والمهنية وغيرها. هذه الأدوار العامة للبرلمان الأوروبي، في حين أن أكيد أن المسألة الروسية هي كذلك، يعني الحرب الأوكرانية الروسية هي حرب متشعبة، هي حرب للاتحاد الأوروبي موقف منها تمام، وهي ليست موضوعنا، يعني ربما نحن أخذناها في سياق المقاربات فقط قبل أن أختم معك بهذا السؤال. حقيقة
حقيقة دكتور نفزي، برأيك ما رشح عن الدول الأربعة التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية الدول الأوروبية، برأيك إلى أي حد يمكنها أن توجه الصوت الانتخابي في البرلمان الأوروبي؟ سيكون لها صوت واضح على اعتبار أنها كانت تعبيرة عملية عن شعور حقيقي متواجد اليوم في الشارع الأوروبي، شعور في حقية الفلسطينيين بدولة قائمة الذات والاعتراف بدولتهم. سيكون له دور في تحفيز عديد الفئات وفي كذلك عديد القائمات اليوم التي تضغط من أجل الدفع بنفس ذلك الإجراء. المسألة اليوم مطروحة في فرنسا وقد أطرحت كذلك بإحراج بين قوسين من كالعادة، يعني فرنسا الأبي، حزب فرنسا الأبي وجون لوك ميلانشون، وأصبحت الأمر يعني يتداول ويقال لما لا وغيرها. طبعا هذه ستكون محفزة، ولكن أريد أن أقوله للأسف وأختم تقريبا بذلك على أهمية الحراك المواطني في أوروبا، وعلى رغم وكما قلت أن المسألة القضية الفلسطينية اليوم هي أصبحت مسألة قيمية أخلاقية وليست فقط مجرد حرب عابرة، إلا أنها لا أظن أنها ستكون المحدد أو المعيار المحدد في تحفيز الناخبين. المسألة هذه مسألة قد لا يختلف عليها كثير الأوروبيين بالمطلق، ولكنها لن تكون المحددة، فالمحدد هو يعني المصالح القطاعية والإقطاعية وكذلك التوجهات العامة والمشاكل اليومية للأوروبيين مثل الهجرة التي أصبحت يعني مؤرقة، كذلك المسألة الأمن يعني الأمن القومي بين هذا الدول، وهناك عديد الأحداث التي حصلت التي تدفع من أجل إيجاد صياغ تنسيق أمني أقوى، وكذلك عديد المواضيع الأخرى الحياتية المرتبطة، وعلى أهمية طبعا الموقف الفلسطيني، ولكنه لن يكون محددا في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك دكتور بشير النفسي، مدير مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من باريس، هذا ما يسمح به وقتك للبقاء معنا. أعود إليك دكتور كميل الساري، فيما كان يذكره الدكتور النفسي من أن هناك قضايا أخرى قريبة من المواطن الأوروبي، برأيك هل فعلا الموقف من حرب غزة، الحرب على غزة وما يتعلق بالمواقف السياسية للدول الأوروبية، هل هو فعلا مهيمن على هذه الانتخابات أم أنه قضية هامشية؟ للأسف هي قضية يعني هامشية. ما يسيطر على هذه الانتخابات أولا الهجرة والهجرة غير الشرعية، ولكن يجب أن نسطر على شيء مهم وهو في تاريخ، لأن أنا أدرس يعني ربما 50 سنة وأنا أدرس نتائج الانتخابات وتطور الرأي العام، دائما الانتخابات الأوروبية تكون فرصة معاقبة الحكام والحكم القائم فقط، ولا يهتمون بالمواضيع ولا يهتمون حتى ب التوجهات الاتحاد الأوروبي. يجب أن نعلم أن 60 أو 70 أو ربما في بعض الأحيان أكثر أو أقل من القوانين، يعني القوانين اليومية التي تفرض على المواطن الأوروبي تأتي من الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى من المفوضية الأوروبية، تقنين مثلاً استهلاك هذه المادة، تقنين الفلاحة، تقنين الصناعة إلى آخره. فالبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية عندهم دور كبير في الحياة اليومية للمواطن الأوروبي، ولكن المواطن الأوروبي بشكل لا عقلاني لما يصوت فهو يود معاقبة يعني السلطة الموجودة، وفي بعض الأحيان هو يعني يصوت على أحزاب ربما هي ليست بالمهمة من ناحية العمل السياسي. تارة رأيناها كانوا تيار الخضر يعني الإيكولوجيين وعلى
على تصويت عارم، وتارة تكون يعني شخصيات أخرى بالنرطبي يوما ما، أو تكون يعني الآن ما هو الحزب الذي هو يشاهد النظام القائم هم هو اليمين المتطرف، فسنصوت على اليمين المتطرف بين ظفرين. أنا لا أقول أنا سأصوت، ولكن الأغلبية من الفرنسيين والمواطنين الأوروبيين فهم يودون معاقبة الحكم أو السلطة المقيمة. فلذلك المواضيع المهمة، حتى مواضيع مهمة بالنسبة للمواطن نفسه من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من ناحية يعني تسير حياته اليومية، تأتي فهو لا يهتم بذلك. وهذا شيء يعني يمكن أن نقول بأنه مؤسف، ولكن الواقع يفرض نفسه، الواقع يفرض نفسه، المجزرة القائمة في غزة ستفرض نفسها لا محالة، ولا يمكن الهروب منها. ولكن إذا كانت هناك شيء عقلانية عند المنتخب عليهم أو الأحزاب التي ستهيمن على البرلمان وكذلك المعارضة، فيجب أن يدركون أن الغرب من وهو الآن يعني يفقد ثقة ما نسميه بالعالم الثالث أو العالم المحايد أو الجنوب، سواء في إفريقيا، في الدول العربية، في الدول الأسيوية، في أمريكا اللاتينية، يرون بأم عينهم هناك مكيال بمكيالين. هناك يعني لما معاقبة روسيا، إدانة الهجمات يعني في هذه المنطقة أو تلك في أوكرانيا، وعدم الكلام على الحرب في غزة. فهذا يعني والغرب وأسطر على ذلك، الغرب هو يعني يفقد مصداقيته الأخلاقية. فالغرب عنده وخصوصا الأمريكان عندهم خطاب: نحن ندافع على الحرية في العالم، نحن ندافع على الديمقراطية في العالم، وعلى حقوق الإنسان في على الصعيد العالمي. ولكن ما يقع في غزة فهذا منافي لكل الأعراف والقانون الدولي. يعني الأمم المتحدة أصدرت قرار يعني بوقف إطلاق النار، هناك المحكمة الدولية، لا يمكن أن نقول نصفق للمحكمة الدولية لما تدين هذا المسؤول الإفريقي أو هذا المسؤول من يوغوسلافيا سابقا، ونقول نحن يعني نحترم قرارات هذه المحكمة، ولما تدين نتنياهو فنقول لا هذا شيء، بل هو بلد ديمقراطي. من هتلر كان انتخب عليه بشكل ديمقراطي، هذا لا يمنع أنه ارتكب مجازر. ونتنياهو انتخب عليه أم لا، فهذا لا يمنع أنه يجب إدانته كمجرم حرب. تماما، شكرا جزيلا لك دكتور كميل ساري، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. شكرا لمشاركتنا هذا الجزء من النقاش في باريس. أيضا أسعد باستقبال ضيفي الدكتور أحمد البرقاوي، مدير مركز دراسات والأبحاث الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد البرقاوي. إذا هذه الانتخابات البرلمانية برأيك إلى أي حد تحضر فيها الحرب على غزة على مستوى المزاج العام للناخبين لاختيار نوابهم في البرلمان الأوروبي؟ أولا شكرا على الدعوة، وتحياتي لمشاهدي قناة المغربية. تحظى الانتخابات البرلمانية الأوروبية باهتمام كبير جدا في هذه المرحلة بالذات، في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة. طبعا الأحزاب للأسف التي تتقدم في صبر الآراء
في كثير من الأحزاب من اليمين المتطرف، وهذا يعبر عن وهذا يعبر على المزاج العام للشعوب الأوروبية في هذه الفترة، وكأنها تذكرنا بالحرب العالمية الأولى والثانية التي وقعت في القارة العجوز أوروبا. بالتالي هناك انتظارات، هناك معركة أقول مؤدلجة بين الشق اليساري الذي يهتم بشؤون المهاجرين الذي لا يقصي الآخرين، وبين الشق اليمين المتطرف الذي يصعد بقوة الآن في بعض البلدان وخاصة فرنسا، ويستغل ويوظف هذا الملف، ملف الهجرة الغير شرعية، ويلف وأيضا يوظف عبر إعلامه الحرب والإبادة على الشعب الفلسطيني لصالح مآرب سياسية. طيب دكتور برقاوي، ما رشح من ما يعرف من وعي الشارع ووعي الجيل الجديد على مستوى القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية والتضامن مع غزة، إلى أي حد يمكنه أن يمنع وصول أو فوز اليمين بهذه الانتخابات؟ بكل موضوعية وحسب قراءتي للمشهد الفرنسي الذي أعيش فيه، ألاحظ أن الشعب الفرنسي وهو لم يتجدد في تركيبته الاجتماعية والسياسية، ما زال هناك مزاج واحد يغلب على الرأي الفرنسي، وهو الدولة العميقة، الدولة التي قادت الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأغلبهم من كبار السن. يعني الرئيس الحالي الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر شاب، لكن ليس هو من يقود هذه المعارك، ولم يستطع تخطي أسميها الدولة العميقة، المتنفذين في الإدارة الفرنسية والإعلام الفرنسي. ما زال هناك أصوات يغلب عليها المزاج من الحرب العالمية الثانية، وهو الخوف من هذه الحرب، والالتفاف حول ما زال الهاجس أنه هاجز لولوكوست ما زال لدى أساس الفرنسيين، وبالتالي ما عدا القلة القليلة من أساس الفرنسيين، ولا أقول من الجيل الجديد، الجيل الجديد قد اصطفى وراء الجيل الفرنسي بحكم الترابط الذي أصبح في الجامعات والمعاهد بين أبناء بما يسمون الجيل الثاني والثالث والرابع، وبين الفرنسيين وأبناء الفرنسيين الحقيقيين، ليست حقيقيين الفرنسيين طبعا ذو الأصول الفرنسية، وبالتالي هذا المزاج تغير، وأصبح الجيل الثاني والثالث والرابع مع أغلبهم الآن غالب على مع القضية الفلسطينية، مع مناصرة غزة، وهذا ما شاهدته بنفسي في المظاهرات التي تجوب العاصمة الفرنسية باريس. أغلبهم أقول لك سيدة الفاضلة ما يقارب 80% شباب فرنسي، فرنسي أقول يعني من موالي الفرنسيين القدامى، وهناك الجيل الثاني والثالث للجالية المسلمة الحاضرة، لكن أغلبهم وهذا أكيد وأؤكد لك أن حضور الفرنسيين من أصول فرنسية فرنسية موجود بكثرة في المظاهرات ومناصر لغزة، لكن هذا إلى حد هذه الساعة لا يستطيع أن يغير المعادلة في المشهد السياسي والإعلامي، ما زال بعيدا نوعا ما، وبالتالي هذه الانتخابات نعم تغيير المعادلة يبدو صعبا، لكن الأكيد أنه حضور ربما التشكيلات لم تكن حاضرة من قبل، مع أننا لاحظنا كثير من النواب على مستوى البرلمان الأوروبي أبدوا آرائهم المتضامنة مع غزة، وكان هناك استهجان للسياسات الأوروبية تجاه غزة. برأيك المترشحين الجدد ممن يؤيدون يناصرون القضية الفلسطينية، كيف يمكنهم أن ربما يستفيدوا من هذه الأصوات من بدت في الشارع الأوروبي، أيضا إذا ما ربطنا الأمر بالاعترافات الأخيرة لأربع دول أوروبية بالدولة الفلسطينية؟ طبعا هناك أسميه اختيار كبير جدا ومهم جدا، ويجب مراقبة هذا التطور الجديد، وهو الأربع دول التي أشرتم إليها، وهي إسبانيا، النرويج، إيرلندا، وهولندا أيضا وسلوفينيا، لكن هولندا في الطريق أيضا، وهذا سيكون اختراق داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، داخل أعضاء الاتحاد الأوروبي. وهذا اليوم كما أشرتم أيضا إسبانيا تقول أنها ستنضم
إلى مع جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي أصبحت المعركة، أقول انتقلت المعركة السياسية من التحفظ الآن إلى العلن. وأعتقد أن هناك ضغط الآن داخل الرأي العام الفرنسي، خاصة من شباب فرنسا يريد أن تعترف بالدولة الفلسطينية. أعتقد أن هناك تحولات لكن ستأخذ بعض الوقت. تأتي هذه الانتخابات يوم السبت والأحد القادم، لكن ما زال أقول الرأي العام الفرنسي يغلب عليها أقول الشريحة المتقدمة في العمر والتي ما زالت متخوفة من الحروب طبعا، وتتستر وأقول وتريد أن تحتمي بالخطاب الشعبوي لليمين المتطرف. وقد نجحت ماري لوبان في تقديم هذا الشاب الذي يأتي من الهجرة، الذي الآن بحب صبر الآراء يحظى ب 34%، وهي نسبة مضاعفة لمرشحي الرئيس ماكرون، وهذا تعتبر يعني خيبة أمل لماكرون. وهناك سيدتي الفاضلة الآن بدأت بعض الأصوات تطالب بحل، إذا نجح اليمين المتطرف هناك مطالب لحل البرلمان الفرنسي وإقامة انتخابات مبكرة. دكتور برقاوي، بنتائج هذا البرلمان المرتقبة في منتصف يوليو المقبل في عقد دورته الأولى، إذا لم يكن ربما مناصرا لغزة أو لم يكن هناك فيه توجه نحو فوز اليمين، هل بضرورة سيكون ربما مؤيدا لإسرائيل معاديا للقضية الفلسطينية؟ سيدتي الفاضلة، فوجئنا كمراقبين للمشهد السياسي الفرنسي أن ممثلي اليمين المتطرف ماريشال لوبان اللي هي ابنة أخت ماري لوبان وإيريك زيمور وممثليه أيضا، هؤلاء مناصرين الآن لإسرائيل. يعني اختضت التقاليد التاريخية أن اليمين المتطرف من يكره وجود اليهود في القارة العجوز أوروبا، ووقعت تصفيتهم في الحرب العالمية الثانية. الآن اليمين المتطرف يستعمل هذا الخطاب الشعبوي أولا لإنجاح للفوز بالانتخابات، لكن هل سيمر إلى موقف منفذ لسياساته مناصرا لإسرائيل؟ هذا ما نطرحه، هل سيذهب بعيدا في هذه المناصرة لإسرائيل وما يحصل للشعب الفلسطيني؟ طبعا نحن ننتظر هذه النتائج، وننتظر إذا كان ربما في احتمال أنه ممثل اليمين المتطرف وإذا وقعت انتخابات مبكرة سيكون هو الوزير الأول لماكرون، وستكون هناك طبعا ستكون هناك تغييرات جذرية في السياسات العامة لفرنسا، من بينها تجاه وجود الهجرة في فرنسا وتجاه الهجرة في أوروبا والمسلمين ووجودهم، لأن هذه الحملة الانتخابية وقعت على حساب للأسف الوجود الإسلامي في فرنسا على وجه الخصوص، وقد رفع هذا الشعار بما يسمى الإسلام الموجود في فرنسا والإسلاميين وتغيير البنية التركيبة الاجتماعية أو الثقافة الفرنسية، لعبوا على هذا للأسف الوتر حتى يستهوا الناخب الفرنسي. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد البرقاوي، مدير مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا. شكري موصول أيضا للدكتور كميل الساري، أستاذ العلاقات الدولية، كان معنا من باريس. ومن باريس أيضا كان معنا الدكتور بشير النفسي، مدير مرصد الدبلوماسية والدراسات الاستراتيجية. شكري موصول لكم مشاهدينا، حتى نعود ونلقاكم في مشهد جديد. استودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.